ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 30 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعاتك مناخك هيبقى بناء جدا ومرضي جدا على جبهتك العلاقات والحظ. هتبقى في اقامة رائعة جدا للروابط وحلوة جدا ليك. هتكون في موجة مفيدة في الحظ الخالص ليك، هتجدد من خلاله تفاؤلك وتفاؤل كل الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة لك عاطفيا النهاردة يا جدي، هتسترشد النهاردة بغرايزك بشكل واضح. هيكون الحظ في صفك، فما تترددش في انك تكون اول اللي بيجري اتصالات جديدة. هتستثمر كل ده في كتير من الاستثمارات اللي هتلاقي فيها هروب من اللي انت كنت بتتأمل فيه. بالنسبة لك النهاردة مهنيا يا جدي، هتنطلق مع التيار في الموجة العظيمة دي، مع انك لازم تعيد تنظيم كل اللي بتدور حوالي، لكن هيبقى عندك كتير من الحاجات اللي لازم تطلق فيها سراحك قبل ما تخسر. انت النهاردة هنا علشان تكون جاهز تلقي من خلال نفسك في منافسة تكون واضحة. هتكون محق جدا في انك تقوم بكل ده، فما تشكش بنفسك. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الاولى مواليد 22 ديسمبر ل 2 يناير، هتشجعك الهيكليه النهارده سواء كانت مع اموالك او حتى تنظيم حياتك اليوميه على قراراتك بشان المستقبل اللي بتعتبر صائبه جدا، لانك دايما بتبقى واقعي في حياتك. بالنسبه لك النهارده يا جدي، توقعات العشريه الثانيه مواليد 3 يناير ل 11 يناير، الوقت يعتبر مناسب لو حبيت انك تقبل مسؤوليات جديده في حياتك، او لو حبيت تتوقع او تتامن ممتلكاتك الخاصة في عقد. في ظروف حلوة جدا من غير ما تغفل عن أي شيء. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يناير ل 20 يناير، هتشجعك السماء النهاردة علشان تفكر بهدوء أكتر في كل مكاسبك العاطفية والمادية. هتقيم ده بصدق، هتستمر على أسس صحية ومستقرة أكتر. القمر النهاردة هيبقى في برج الجدي، هيبقى بيسيطر على مشاعرنا وردود أفعالنا الداخلية، وهنكون تحت السيطرة. عندنا فطرة سليمة وإحباط عاطفي واضح، لكن الطموح ما هي زي الفطرتنا.